بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عشر كلابات وهي كتاب كسفين النجاة قوشي سيبان كتشرني صلي النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وعن صوشي صحابي وحل إلى هذا نبي قفكي سأرميي ومركي بعد البعثة مركي لصوصارك بعدي ونبي محمد هاي لكل مي أسوأ رميسان وكل انتبه سوني، لكن تابعي هو إنو السحابي لكل ما باني لي مدد صبح يراتي وعلي خلفاء الراشدين وخلفاء أفرتي خلفاء وأفرتا خلفاء حق فضلك سيدي خلافة إغوها يين بأكل فضل بدنتا وحاو فضل بدن أبو بكر مجلس عبد الله بن حفل ورنتي عمر با كوخيغا عثمان با كوخ علي با كوخيغا marka سيد ابو بكر يا وفد لبن marka نبي الله نعريسو عليه الصلاه والسلام وآله آل كسن الله نحريسو وسحب اصحابتي سنه الله نحريسو اجمع دمانتون وتوكيد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول حيلا وما سغنان لا تحول عن معصية الله إلا بمعونة الله إلا بمعونة الله وما سغنان الحيلة عن معصية إلهي كقور يكسرنا إيا فرسمو إلا بمعونة الله إلا بالله إلهي نوك الميمي ولا قوة أودنا وما سغنان يجر على داعة الله داعة إلهي أن قسو تشيدنه إلا بعون الله إله كالمي سموي علي العلي سري العظيم وين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول حيلت أن كحيا سنو وأن اسكد ضمنو فرسماء هان ومعصيادة أن اسكاوري جنو وأن فرسماء مجرته أود حيلت ما هي سنو أن كوري سنة معصيادة إلهي أنو كالمي يموي إلهي أنقلي حيموي وقفك ودن بابي لكن إلهي دافنين كيسا مركز أبان ولا قوة أول نمليين أن كسو تشيدنا ضاعدي إلهي إلهي أنوكا الميموي إلا بالله إلهي أنوكا الميموي عليه العلي سري العظيم وين سرينت إلهي محيطة أي المرتفع المرتفع الرطبة درجدي سا سريسة المنزه عما سواه وحنا كنزهي هي وحي كسو هري انه او اكاده اما شبهه ايو كنزهي سرينت الهي وحوي سرين او درب جديسا سريسا وحنا كنزهي هي وحي كسو هري انه اما او اكاده اما شبهه العظيم وين عليه العظيم وين وين انتم حيت هي ذو العظمه والكبرياء وحو الساحب يا وين كبرياء الساحبية أساقا إسكاله إلا شئكر تلماركو عظمادة كبرياء أساقا أمبا إسكاله وين والقوار دياه قفك مومنك لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله قفك هدي دباته كل عضو هدوك كأقريا بغلشير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى أي كربدي سو فيدي هدو بقول كأقريو هدو كبلن أقريانا كاسف يعني. فصل في بيان دعائم الإسلام وأساسها وأجزائها وعوف أسليها يعني فصل تانو وحاجز بين الشيئين عشر كأن سواء أقرنا هذا الماضي هي ميت كان بيكالتي ريسا فصلكو وحيكا ميتها تتمدي أما تنبيها تسغالكي ترجمه سي كتاب يا باب فصل خاتمه تتم تنبيه سغالكي بي كميته فصل هو عوي عشر بعد ماضي عشر كلا يا لقل يا وكتابك قابكاس حبك أسميسا
marka wuxuu u faasil yahay islaamka tiirarkiisii caddayntiisii aasaaskii islaamka ajzaadii uu ka kooban yahay arkaanulislaami khamsatun islaamka tiirarkiisu waa shan oo laguma bineeyo mid kale islaamka tiirarkiisu aasaaskiisu waa shan shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullah marka ajzaada uu ka ratimahay islaamku waa shan oo ma jirto mid kale islaam maxaa la yidhaahdaa anigu islaam baa qofkan islaam wey ma huwa islaam islaamku waxaa lagu idlaaqaa inqiyaad hogaansamid oo aad ilaahay u hogaansatid axkaamta shareecada u hogaansatid waa luqada ama sharciga alinqiyaadu lilaxkaami sharciya qofku inuu u hogaansamo axkaamta sharciga islaamku waa camal oo lala imaanayo wey marka maxaa u horeeya islaamnimada shahaadatu an laa ilaaha ila allah yacni shahaadatu waxa weeye tayaqun an laa ilaaha ilaah inuusan jirin laa macbuuda kula caabudoo bixaqin lagu caabudo mawjuudun mid jooga maan ila allahu ilaahu waaxidka laa ilaaha ila allahu markaad leedahay nafyi iyo ihbaad bay leedahay ilaah ma jiro ilaa ilaah waaxidka mooye ilaah aad diidaysa muxuu yahay waa kuwa baadilka ila allahu ilaah waaxidka maan marka waxaa la rabaa markaad leedahay laa ilaah aad leedahay ilaah waaxidka qalbigaa waa inuu iska marnaan uu ku jiro ila allahu intaad ka gaarayso ihbaadka marka inaad yaqiinisid weeye ilaah inuusan joogin inuusan jirin xaq lagu caabudo ila allahu ilaah waaxidka wa huwa ilaahaasuna oo waaxidkaana mutasifun wuxuu ku sifoobaa bikulli kamaalin kaamilnimo dhammaanteed buu ilaahay ku sifoobaa laa nihaayata lahu kaamilnimadaasna meel ay ku dhammaata male walaa yaclamu ilaa huwa qofan asaga waxaan asagayn ma yaqaan wa munazahun ilaahay mid ka nasahan weeye aan lagu sheegi karin can kulli naqsin nuqsaan dhammaanteed wax nusqaana waa ka nasahan laguma sheegi karo wa munfaridun mid la keliya weeye ilaahay bilmulki waatadbiir boqornimo iyo maamul aan cidlo wadaagsan waaxidun fii daatihi daatadiisa keli buu la yahay daato waxaa la yidhaahdaa hilibkan iyo lafahan iyo jirkan iyo waxaan may taayadoo kale ma leh waa waaxid buu la yahay daatadiisa wa sifaatuu la keliya sifaaga isaga la keli weeyo siya taayadoo kale ma laha cadaan iyo madood iyo guduud maa wa afcaalihi buu la kelayaho wax uu sameeyey binu aadan anagu ma samayn karo mid u khaasa weyn wa anna muxammadan rasuulullah nebi maxamedna rasuulkii ilaahay soo dira weeye muxamed bin cabdillaahi bin cabdilmudalib bin haashim bin cabdilmanaaf rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam in qofku shahaadateynka uu nebi maxamed ka reebo keligeed ma ansaxayso laa ilaaha ila allah waa inuu ku daraa muxamedan rasuulullaahi sidaas baa la yidhaahdaa oo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo diray dadka dhammaantiis bucithtu ila naasi kaafa calayhi salaatu wasalaam waxaaba lagu daraa waxaa la yidhaha waxaa loo soo diray jamiic alxayawaanaati waaljamaadaati min rablin wa xajarin wa madarin kulli waa loo soo diray marka inaad qirta ilaahay waaxidnimadiisa nebi maxamedna rasuulkii ilaahay soo diray inuu yahay inaad qirta wey wa iqaami salaad salaada inaad ogtid ilaan waxaan akrinaynay waxa la yidhaahdo arkaanulislaam ayaan akrinayn arkaanulislaam ayaan akrinayn iqaamu salaati salaadii in la tukado iyadaaba laysku haystaa salaad maxaa la yidhaahdaa see loo tukadaa see loo oogahayaa horta salaad luqada sharci baa la yidhaahdaa sharciga aqwaal baa la yidhaahdaa salaad luqada adducaau baa la yidhaahdaa salaad xagga luqada waa ducu sharcigana waxaa la yidhaha aqwaal wax lagu qowlo iyo afcaal la sameeyo rukuuc iyo sujuud muftatixatun waxaana lagu bilaabaa salaada allahu akbar mukhtatimatun waxaana lagu khatimaa assalaamu calaykum baa lagu khatiraa laakiin sharaa'id oo maksuusa leh shuruud bay leedahay falawalu midka hore oo afcaasha sideed weeye afcaashi way maya aqwaasha horeysa
أقواش واشن أفعاشنا واسدي يعني كاقل سو صلاة دي وحا لغو فرفورة تكبير لغم لمدهن وحانا لغو ختم السلام وحانا الله دا يحمو هاي شروط شرعي غاس أقواش يا أفعاش أقواش واشن قيبو أقوال ووح أقرنس أقوال وحي لغو قولة ليدا فاتحدي يوي أفعاشنا وركوعي سجود فعل كالقمانة سواه سديد شن يسديد على استدلال سكدرنا وحين قنيس الثمان يصدح وأركان الصلاة حدي متكمل آكتك تد صدح يا ثمان كاس صلاة ما أنسى حيسو من والبنا وحي ورطاء ضمانينو حدد حسل كيرا كتك تد ما أنسى حيسا يدونه أقواش واحد يا كمدة وحال هو قوله وحال كمية تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام ومد الوحرانية بالحكمة بالفير وحكوسه كان ما قاعد يدا إسكاله حد أضوء أن سلاته كانت تراهن الله أكبر إلهي باوي ومعنيه دو لكن مد الصلاة ده وحالي راه تكبيرة الإحرام تكبيرتي حريمي سي قفك وحي مركو رأو بنانا وقفك هدو بمرك صلاة حرته وحمعوني كرو وحمعبي كرو مهد لكرو مركز عليه وتكبيرتي كحرمي سقفك مركي هراء وستكني وسلاتكني تكبيرة الإحرام بالإرادة قراءة الفاتحة كالباد وفاتحة وقريه كصدعات وتشهد تشهد الأخير أتحيات كضمبة وليمان كأفراد وحوية صلي النبي وأتحيات كضمبة والله ما قداشيس كشناد وحوية السلام عليكم ومد هراء شنتاس حدو ومد لقوائي ده سلاة ما انسعيس يا وحنا أقدر هذا وحأهر مرينا مو هاي أركانتا تكبيرة الإحرام ما هنكو إجينا قراءة الفاتح فاتحة حروف تيدو وبقول صدن يسديد وي حروفته فاتحة حروف تيدو بقول يصدن يسديد وي حروف تيد هل حرف دي لجوا سلعة هذه ما أنصحين تشديدات بشدد بيلا هذا وحيلا هذا أفر يتمشد هل حبة دي لجوا فاتحة شت لجوا أفرت وما كاشد ما أنسين فسلادي وأكون غشوا وأنا سكتة حروف تيدو وأنا سكتة شدت يالكنا وأنا سكتة فات عادي واي التحديات كذا سيدو كالأسنان شدت بولي حد حل شيل كتك ما أنسعيس سال النبي ونسيك كشدت بولي مدل الوقت دورنا إيه السلام تهري أما أفعاشو معانري أفعاش أيضو وحنصاني هو سديد النية وهريسة نية وحوية وفعل قلبك لغلاء إيمانا يوي وحا كوحية قيام قفك أودي كرئينو استاب كتو كدو وحا كوحية ركوع أو قفك ركوع وحا كوحية اعتدال ركوع لقفك أنقضو استاقو وحا كوحية السجود مرتين قفك لبس سجود إنو لبتشر إنو سجود وحا كوحية اللحاد وجلوس بين السجدتين لبدا السجود لحيد إنو فريست waxa ku xiga juluuska oo salaanta la cirbinayo waxa u dambeeya tartiib sideedaas niyadu horeyso oo istaagi ku xigo oo rukuucdu ku xigto oo i'tidaal ku xigo oo sujuud oo laba jeer la iimaanayo iyo juluuska oo u dambeeyo oo labada sujuud dhexooda aadi fadhiga u dhaxeeya labada sujuud iyo sujuudka fadhiga u dambeeyo salaanta la cirbinayo mid walba waa inaad ku xasisha hadaad ku xasil waydid ma ansaxaysaa salaadi ma ansaxayso hal mar aan ku celinaya salaadu waxay leedahay waa tagi doonaa arkaanteeda iyo kulli uu xabad xabad ma u tiri doonaa oo waxa weeye qof baaba lagu shabaaya laakiin salaadi waxay leedahay aqwaal iyo afcaal beelad aqwaash shan weeye afcaashu sideed weeye أقواش عدي أن بلونه وأركان الصلاة وحقوه الرئيس تكبيرة الحرام وحرب الشلة هي فاتحة دي هي تحيات كي دنبه هي صلي النبي قال له صلينا عليه هي سلامتي أفعاشنا وحنصوني واسدين نيادة أقوه الرئيسة استاقي ركوع اعتدال سجود لبتشر للسجود هي هي فرقي ودحي لبتشر للسجود هي فرقي لعربين هي كاس هي ترتيبتي انت هو هدي متكمل الواي صلاة ما انسحي صلى الله عليه وسلم.